واساسا ارائكم كيف ايش كان اللي يقدم اشاره؟ كان معك اهم البوستات التي تناقش مثلا القضايا والاحداث التي تدور في الناس يكتبوا ارائهم، في منهم كتاب كثير وفي منهم صحفيين وفي منهم كذا. يعني المستعرض اهم ما تتداوله الصحف والمواقع. بالضبط، وهنا وبنعلق عليها كمان بدون ما يزعلوا مننا. تمام، وراح استعرض اهم ما جاء في الفيسبوك وفي تويتر وفي بقيه الوسائط. طيب على كده ممكن احنا بنغير الشكل على البرنامج كله. نو ايوه، حيكون يبقي اراءكم اراءهم اراء 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 الناس كلهم. تابعونا في برنامج اراءهم آراؤكم 8:30 مساء من كل أحد وثلاثاء وخميس.